الحلقة الفاتت طلبنا من الأستاذ الشاعر التجاني الحاج موسى اكتب لنا أغنية جديدة عن الحنين، وقد كان. في الحلقة دي هنشوف منو الحيلحين. خطوات إيقاع وحياة ألحان، غربة امتدت لخمستاشر سنة، مليان هوى وشجن، مليان ذكريات وحنين. تغنى بألحانه كثير من المطربين الكبار، وألحانه ترسمت في وجدان أي سوداني. دبنا مع الشجن الأليم يا مصطفى سيد أحمد، وضقنا تباريح الهوى مع محمد مرغني، ونحن بنقول أشفت منك يا من الروح يا أنا. لحنه ووصفه بيصعب فعلا بعد رحلة إبداع طويلة داخل وخارج البلد، هسا مدير لإدارة الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى والمسرح، الأستاذ الفنان الملحن الموسيقي محمد سراج الدين، معانا في المحطة الثانية من ميلاد أغنية، وموضوعنا الحنين. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بكم في المحطة الثانية من ميلاد أغنية الحنين، والليلة معانا الموسيقي والفنان والملحن أستاذنا محمد سراج الدين عباس. مرحب بك ومنورنا وسعيدين جدا باستضافتك. أهلا وسهلا ومرحب بك ومرحب ب ميلاد الأغنية. نحن موضوعنا الحنين، وبذكر الحنين زول زيك ممكن يقدر يعبر بالألحان والموسيقى. افتكر طوالي بتجيو حاجة عن الحنين، ذكرى، لحظة، موقف، قصيدة، زول، مكان. والله الحياة دي ذكرتها دي كلها حصلت لي وأنا في الغربة، أنا كنت مغترب 15 سنة، كيف؟ فتجي أي مناسبة بتذكر البلد والشي الحاصل في البلد والأهل والأصدقاء والأحباب. يا سلام، تفصلت من عمان ومشيت بعد ذاك الأمارات 9 سنين في سلطنة عمان و5 سنين في الشارقة، فأكيد الواحد طوالي عايش في الحنين، قصة حنينة يعني طوالي بتحل البلد والأصدقاء والأهل و السيرة الذاتية مليانة شديد بإنجازات كبيرة، إنجازات أكاديمية، من تدريس الموسيقى نفسه في جامعة السلطان قابوس، ولا إذا كان في الإمارات، ولا إذا كان هنا حتى في السودان. السيرة الذاتية الإبداعية كمان أكثر ثراء يعني بالنسبة لي أنا، مصطفى سيد أحمد، محمد مرغني، عثمان مصطفى، سيد في الجامعة، وغير الأغاني للأطفال والأغاني الكثيرة جدا، وأخيرا كابلي، وأخيرا الغنية اللي حتلحينها لينا هنا. وأخيرا كابلي إن شاء الله أقدر يا أخي بإذن الله تعالى. جاني منكم أنت باريح الهوى وصو بزعب يا جميل. والله يا أخي أول حاجة قصيدة دي أنا اخترتها من 8 نصوص عرض علي التجاني حاج موسى. الكلام ده بدري في أواخر السبعينات، ولحنت عشان أديها الفنان الكبير زيدان إبراهيم، وفعلا لحنتها وسجلتها بصوت زينب الحويرس وديت التجاني عشان يدالي زيدان. بعد 6 شهور ما جابوا خبري ولا فكنا في رحلة في جبل مرة معي محمد مرغني والأستاذ أمون عبد الرحيم وكم 20 معلمة ومعلم، ففي الجلسات الصغيرة المحجوزة زينب الحويرس غنت الأغنية،
محمد الغني قال لي يا اخي انا داير الاغنيه دي، قلت له والله الاغنيه دي انا اديتها سيدا. قال لي علي الطلاق اغنيها، قلت له خلاص نشوف زيدان وبعد ذاك غنوا الاثنين انا عمل لكم شنو يعني. وفعلا جا غناها محمد مرغني. زيدان ما غناها؟ غناها، ما غناها في زيدان، زيدان ما غناها، غناها في برنامج بتاعه كان زمان القوات المسلحه الجيش حاجه زي دي. بعد فتره زيدان جاني في المكتب في معهد تدريب معلمات المرحله المتوسطه بالشباك، ناداني قال لي يا اخي انا دايرك. قلت له تفضل في شنو؟ قال لي انا عازمك دايرك تتونس معي وضابح ليك. والله غراءات، والله يا اخي دي حاجه كويسه جدا. ترى هو كان ناوي له. فمشيت وفعلا الراجل اكرمنا وكده وبتاع رحمه الله عليه. فقام قال لي يا اخي شفنا اقول لك انه الاغنيه دي ولدت ميته. قلت له ليش؟ قال لي ولدت الاغنيه دي مش المفروض اغنيها انا؟ قلت له ما رسلتها لك يا زيدان؟ مع منو؟ قلت له مع التيان. قال لي والله ما جاتني، ما وصلتني. قلت له يا اسطى ما في مشكله ممكن تغنيها يعني. قال لي ما غناها محمد مرغني. قلت له قام ضرب التجاني تليفون، التجاني جاء قال لي التجاني انت زودنا اداك اغنيه المفروض تديني لها. قال لي هاي ليه ما اديتني لها لي؟ قال لي والله نسيت يا اخي ما اعرف. المهم حصل كلام كثير جدا جدا وقمت قلت له يا زيدان والله بتزعل نصيحة الغري من جماله بتزعل. وبعدين قام يعني قبل ما يبتدي معي الكلام ده مسك العود غنى لي منها مقطع. يا سلام. المهم قلت له يا زيدان يا اخي معلش، وبعدين يا اخي انا بديك ثاني بديك بدل اغنيه اغنيتين لانه اساسا انا كنت عايز اديك الاغنيه. صح. قال لي كويس. لما انتهينا من الموضوع ده ومارقين على الباب قال لي الاغنيتين اللي هتديني لهم الكتب منه؟ قال لي قلت له والله اتجاهنا حاج موسى. قال لي وحياة امي ما غنوا. انتهى الموضوع على كده. دي حردة عشان ما جاب له. فبعد ذاك الاغنيه دي غنوها ناس كثيرين يعني. مصطفى السيد احمد غناها، محمود عبد العزيز. كده يعني. ده هي اغنيه اي زول صادق في مشاعره وبيحب. بالظبط بالظبط. حتى لو صوته كعب يعني بغنيها. بالظبط. حتى نحن يعني بنغنيها في ونحن ماشيين المكتب، نحن قاعدين برانا، نحن بنتالم، نحن بنضحك، نحن مع الاصحاب. صحيح. فاغنيه عندها مكانتها. لحن تمنيت تكون لحنته انت؟ اغنيه لعثمان حسين اسمها شجن. يا سلام. وفي حاجات كثيرة جدا، أغاني الحقيبة دي ذاتها فيها حاجات، لكن ما كل ما يتمناه المرأة يدركه. الشجن الأليم والله أيام يا زمان، والكانوا قبلك وتاني تاني، البنية السكرية جيت أحكي ليك دريفونا. مصطفى سيد أحمد. محمد مرغني تباريح الهوى، والكانوا قبلك ويا طير يا راجع لعشك يا راجع لعشك. وبعدين في حاجه وطنيه برضو اسمها مدوا الايادي. مدوا الايادي غناها منه؟ ما غناها صوت. بالله؟ والله للاسف لحد هسه. والله دي دعوه هسه للفنانين. تختار الفنان انت زي ما قلت لك بالك اخترت زيدان، لكن عموما تختار الفنان في كل حاجاتك ولا بتلحن وبتقول دي تشبه؟ والله في الحالتين ممكن، في الحالتين ممكن اختار يعني شيء الشجن الأليم. انا اخترته مصطفى برغم انه محمد كان عرفته في النهايه انه كان بيرغب في انه يغنيها، لكن في حاجات انت بعد ما تلحينها تشوف انها بتشبه منو يعني، او ممكن يعدالك. عبد الكريم الكابلي غنى لك شنو؟ عبد الكريم الكابلي حقيقه راجل ربنا يشفيه وانا بشكره بالخير، راجل صديق شديد وانا زعملته
في إدارة المحاكم قسم المستخدمين، أنا كنت شغال معه، هو كان مدير المكتب وأنا كنت موظف عادي معه، وكنت بحبه نوعا جدا. الزمن ده كان أدوبي يعني، كلام بسنة كم 60، فنشأت بناتنا علاقة جميلة جدا جدا إلى أن ظهر معهد الموسيقى. فقلت له يا أخي أنا راغب أمشي للمعهد ده، وفي واحد اسمه ماح إسماعيل ده المسؤول من الشغلانية، قال لي جدا. مشينا سوا للماح إسماعيل في وزارة الثقافة وقال له يا أخي كده كده، قال لي خلاص خليه آخر معاينة بعد بكرة. المهم مشيت وانتهيت من المعاينة واخذوني، ولكن لما جيت تاجي عشان أنا شغال موظف، وكان الزمن ذاك مدير ذات المحاكم المحامي عبد العزيز شدو، ومشينا له قلنا كامل، قال لي يا أخي الزول ده كده كده كده، قال لي أنا أعمل ليش؟ ده زول ماشي موسيقى ونحن رنون، ما الاثنين بيختلفوا حاجات بيختلفوا، ما في أي طريقة غير ما إنه يقدم استقالته. وفعلا ده اللي حصل، فدي من الحاجات اللي عامل لي كامل ساعدني فيها. وبعد ذاك انا ابتديت يعني اشتغل معه كعازف كمانجا، واستمرت العلاقه كده. فقام قال لي يا اخي بعد فتره كبيره جدا جاء الغير، قال لي يا اخي انت ما تحل لنا حاجه، قلت له جدا ادينا حاجه. قام اداني قصتين، والزمن ده كان بحضر في الماجستير في القاهره سنه كم 80. لما جيت السودان قال لي عملت شنو؟ قلت والله يا كابلي القصتين بتاعتك جميله جدا، لكن انا غلبوني ما قدرت الحين، لكن عندي لك انا اغنيه احتمال تنفع معك. قال لي خلاص كويس. الأغنية كانت عاشق بيحكي اللي هو كتب التجانة حاج موسى، وقعد عندي فترة طويلة ما ملحن. فالمهم الزرير كده قمت لحنتها زي ما انتوا حزرون ناس حزرك هسا باللحن ده. كنت ابتديت ألحن فيها يعني، مشيت عندي كان بيت في الحاج يوسف، كنت ببني فوق مش أقعد هناك، قاعد من الصباح من الساعة 9 لحد الساعة 1 ما أبد تيخ كله. قمت يا زول طلعت بره في الشارع، قلت كده غير جو، وشايف واحد جاي من هناك كان زوج اللعبيه وعمه ونظيف جدا جدا وبتكلم براو، مره يضحك مره يضحك ومره زي اللي بيبكي كده، وهو جاي علي وانا واقف. لما جاء علي انا قلت يمكن الزول ده يعني يمكن يقول لي السلام عليكم، اصلا ما اشتغل معي، بيعمل في نفس الحكايه، يتكلم برا ويضحك، مره يضحك ومره يبكي مره يبكي. خشيت جوا القصيده جوا فيها مرة يضحك للظروف ومرة يبكي، بس مسكت الحتة دي وابتديت اللحن بعد ذاك. يا سلام يا سلام، كملت اللحن يا سلام وديته له. حنجي بعد الفاصل نحن نشوف إذا غناه كابلي ولا لسه، خليكم معنا. رجعنا من تاني مع العاشق اللي بيحكي التجاني حاج موسى وأستاذ محمد سراج الدين الموسيقار الفنان الأستاذ عبد الكريم الكابلي. حصل شنو للأغنية؟ أنا طبعا كنت سعيد جدا بأنه كابلي سمع الأغنية مني
وكان صوتي كعب يعني. وانبسط جدا وطوالي شال الشريط خدته وجيم. قال لي الأسبوع الجاي حنعمل برومو. فعلا جينا البيت بتاعه فرقة كاملة اشتغلنا الأغنية دي برومو وسجلها. والتسجيل ده موجود عندي يعني. إحساس جميل جدا جدا. وبعدين كان كله يقابلني أو أنا كنت مسافر وجه. قول لي يا أخوة الأغنية ده وقت الدولة لكن للأسف الشديد قعدت عنده كثير وبعدين خش الظروف المرض. ربنا يطول في عمره إن شاء الله. لكن موجودة يعني بصوته. يا سلام يا سلام. المحور الأساسي للحلقة هو الحنين زي ما ذكرنا قبل. وانت مسكون بالحنين في سفرك وغربتك من البلد 15 سنة افتكر ولا قلت كم؟ 15 سنة. أهم إنجازاتك في الغربة ممكن يعني تقول لنا منها مثلا. حقيقة قبل أقول لك الكلام ده كان أي مطرب يجي سلطنة عمان السفير بيتصل بي يقول يا أخي عندك زميل يا سلام. فأنا كنت برضو أكون مبسوط جدا بالحكاية وبنظم لي الجلسات واللقاءات كده يعني قاعد بك يا سالم يا صلاح بن بادية يا سناء العاصمة يا عثمان مصطفى يا أبو عرك البخيت و ف ده كان بخفف علي الحنين والشغل للوطن يعني لما نلقى ناس جملة يعني من ريحة الحبايب من ريحة البلد يعني. اشتغلت في السلطنة تقريبا من 9 إلى 10 سنوات. أنا مشيت اشتغل سنتين لقيت نفسي قاعد 10 سنين. وفي العشر سنين طبعا انشأت لهم قسم بتاع موسيقى وطبعا امكانيات رهيبة أدوات تفتح 5 معاهد موسيقى هنا وحاجات كثيرة جدا جدا. المهم بعدين بعد 3 أو 4 شهور شعرت انه انا ما عملت حاجة للناس دي كملحن يعني. كان بتونس معي رئيس القسم قال لي انت ملحن يا اخي ما عملت لنا ليه يعني. قلت له يا اخي انا ما عايز اسمع غناكم ده وعيشوا دي قصة طويلة. قال لي يا اخي في حاجة اسمها مركز عمان للموسيقى التهرانية. شكرا. المركز ده فيه اي حاجة عن الموسيقى التقليدية الموجودة في سلطنة عمان. قلت له خلاص فرغوني. قاموا فرغوني. مشيت المركز قعدت فيه زي 2 شهر. المركز أول حاجة أسسه دكتور اسمه رحمه الله اسمه يوسف شوقي. يوسف شوقي يوسف شوقي ده من الناس اللي كانوا مؤسسين لمعهد الموسيقى يعني كانوا في اللجنة بتختار الناس والوضع والهواية والخصوص. فمشيت هناك والله الناس يعني أول حاجة أي حاجة مكتوبة عن الموسيقى التقليدية في كل المناطق في السودان مسجلة كاسيت وسيدي شفت كيف؟ والآلات موجودة والرقصات موجودة أي حاجة موجودة. مثلا تقول الشرقية ناس الشرق عندهم أبونا الفلاني الفلاني الفلاني. يا سلام يا سلام. الآلات المصاحبة للشغلاني الآلة الكده الآلة الكده الآلة الكده المناسبة شنو كده وهكذا. الحكاية دي راغتني شديد جدا. قلت له مدير المركز يا خسمة أنا عايز أعمل معرض في الجامعة هيك شنو. قال لي معرض شنو يعني معرض ليش؟ قلت له الموسيقى التقليدية العمانية. قال لي يا أخي دي حاجة كويسة جدا نحن نساعدك بأي حاجة دايرة لكن شوف ناس الجامعة بيقبلوا. حلو. فمشيت ناس الجامعة ومشيت الأمين العام
وكتبت طبعا، وقبل ما اكتب شرحت لي الشغل عني. قال لي ايش يعني تجيب آلات موسيقية؟ قلت لي يا أستاذ الآلات الموسيقية دي التراث بتاعكم، الغنى بتاعك، انت من وين؟ قلت لي علينا من كده. قلت لي عندكم الغنى كده كده. يا سلام. استغرب جدا، قال لي يعني هنستفيد شنو؟ قلت لي الجامعة هتستفيد انه اي زول زائر بيجي الجامعة دي بيخش المعرض، بيخش المعرض ده بيعرف الفنون الموجودة في السلطنة كلها. ده غير كده الطلبة ذاتهم صح جنب حيجمعوا معاي الحاجات دي. المهم موافق وعملت المعرض، كنت برضو سعيد جدا بيقول انه الوزير وزير التربية والتعليم جاء افتتح المعرض هناك. يا سلام يا سلام. والمعرض ما زال موجودا في جامعة السلطان قابوس. يا أخي ده إنجاز عظيم. بعدين تخش يا أخي ده إنجاز عظيم. إنجاز عظيم أنا بفتخر به جدا. تخش الصالة في تلفزيون كبير شغال، أول صورة ورقصة وآلة موسيقية أو آلات موسيقية تحت موجودة في الشريط. يعني أنت بتعايل هناك، بتعايل للشريط وتسمع الأغنية. حلو. 50 عمل. يا الله عليك. فدي من الحاجات اللي أنا يعني بفتكر إنه أحسن حاجة عملتها في الغربة، برغم إنه أنا لحنت له وما عارف شيء. أنا متأكد إنك عملت حاجات كثيرة. هاي. لكن ده تقريبا أهم شيء. اللحن وطقوسه، هل بتفتكر إنه طلب زي لحلينا ده بيكون صعب عليك مثلا؟ صعوبة؟ يعني زي الواحد يكون ماشي في الشارع اللي قال لي فنان، قال لي زي الحال بالله غني لينا مثلا، يعني يمكن المثل ده يكون ما مناسب. اي غني لينا ممكن يغني حاجات. اي يعني المهم ما لكن انا قادر افهم انه الابداع والفن عموما محتاج لي وقته. صحيح. ومحتاج انك تحس بالحاجه زي ما قلت انت اخترت تباريح الهوى دي من ثمانية اعمال. يعني انت لو ما حسيت بالنص ما بتقدر تلحن. عندك خيار انك تقول ما بقدر الحنه والنص الحن اسمعه هسه عن الحنين من اتجاه حاج موسى، نسمع النص ونجرى عليه. مين أحن علينا منك يا وطننا؟ مين أحن علينا منك يا وطننا؟ غبنا عنك بالسنين ودبنا من فرط الحنين، أصله غيرك ما شغلنا. مين أحن علينا منك يا وطننا؟ مروا بي كل المواسم كنت بشعر بالصقيع، والدفو اللي في حضنك انت كان مع الغربة بيضيع. دايرة ايامي في رتابة وكاسية ايامي الكآبة، والملامح اللي عندي منك في خطابات الأحبة، في الجرائد، في الكتابة، وفي دعاء الوالدة الحنينة، وأمنيات المستجابة، وذكرياتكم يا أهلنا. ومين أحن علينا منك يا وطننا؟ مين أحن علينا منك يا وطننا؟ زي ما سمعناها هسه وثنائيتك مع تيجان حاج موسى، يعني أغاني كثيرة أفتكر. أي. وفي هارموني بيني وبينه. صحيح. الأغنية اللي سمعناها هسه في تقديرك يعني هبشتك حركت فيك حاجة؟ أكيد أي حاجة، خاصة في الظروف دي يعني بتاعك عن الوطن بتعبشني طبعا. يا سلام. أكيد. ولكن مين أحن عليك
علينا منك يا وطن. مطلع جميل جدا يعني بيشجع ممكن يتلحن. موعودين يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طلب انك تلحن لنا زي ما قلنا صعب، لكن كويس انه القصيده يعني عندها عملت اثر جواك يعني. خليني ارجع لك ل الكان قبلك ويا طير يا راجع لعشك محمد مرغني والشجن الأليم. شنو بتقدر ممكن تقول لي يا تغني عموما في مسيرتك الفنية انت بتعتز بيها وهي شكلت مثلا جواك فخر كده؟ وانا محمد سراج الدين اللحن كده. والله يا اخي بس هو الظريف هو تعرف يعني زي ما يقول لك والله انت بتعب منو من اولادك اي على القصه دي. لكن انا افتكر انه الغنى اللي انا لحنته اي اغنيه عندها مناسبه ما سايع صح يعني ولا بعزل اغنيه سايع لازم تهبشني شفت كيف. لذلك انا افتكر اغلب الاغنيات حقتي بحبها، لكن طبعا في يعني تبارح الهوى دي لان هي اللي كانت في المقدمة وهي اللي عرفتني بالناس انا بحبها جدا. انا عرفت انك لحنت وعشني قبل ابو عركي. عرفتها صح. وكان في اختلاف حتى في الكلمات. في هو تعب انا لحنت القصيدة ابو عركي كان شايل القصيدة ولا نصها ما عارف حاجة زي دي. المهم جا قاعد مع التجاري كملوا القصيدة كويس. بقت القصيدة دي نصها القديمة نصها القديمة اللي أنا لحنتها ونصها جديد. فأنا يعني ما حبيت يعني أخش في أبو عارك رايد الصديق وعزي يمكن يكون ذاته ما عارف المعلومة دي صح. فما غنيتها لكن عملت لها لحن جميل جدا وغنته أختنا زينب الحويرس في جلسات خاصة يعني. أنا ما داري أحدد لك أغنية معينة لكن دارك تحكي لي قصة لحن لأغنية. أنت اختار من 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 أغنياتك الكثيرة اللي إحنا بنحبها يعني. والله يا أخي أنا بحب برضو أغنية الشجن الأليم. الأغنية دي أنا الصباح في مكتبي في تدريب المعلمات فتحت جريدة الصحافة لقيت الشجن الأليم. صلاح السعيد. صلاح السعيد. وصلاح السعيد رغم انه ساكن في الخرطوم ثلاثة وانا ساكن في السجانة لكن بيناتنا ما في معرفة. المهم القصة دي وانا طبعا كنت خاطب وانت عارف فترة الخطوبة فترة الخطوبة فيها خدوهات وتعرف شنو حاجات زي دي حلو. فقريت المطلع اللي بيقول عارفني منك للزمن يقدر يحول قلبي عنك المسافة للخيال يبعدني منك. طوالي لحنتها في نفس الوقت وبعد ذاك ما اشتغلت بها. يمر الزمن كده كنا في رحلة فنية مع محمد مرغن وسيد خليفة مشينا كاسينو ويوغوسلافيا. أظن في الفترة دي عملت الجزء الثاني لما جيت راجع كملتها وكان معي مصطفى درسته طبعا وكان متابع معي. فجأة كده لقيته حافظ الأغنية يعني. محمد مرغني داير الأغنية لكن ما قال لي. كان بيقول لي يا أخي الأغنية دي كبيرة على الزول ده. قلت يا أخي أنت كبيرة على أنت بقى أنت غلط. المهم غنى مصطفى الشباب المهرجان وطلعت الطلعات الثانية الثالثة طلعوا الأول الأطرش والثاني التاور
وكان في برنامج بيستضيفوا فيه الملحنين، فأنا قلت له يا جماعة طلعت الأغنية دي التالتة كده بس عايز يعني عشان أنا أقتنع. قالوا مصطفى ما بتحرك، دي واحدة من الحاجات. الحاجة الثانية إنه أنا في نص الأغنية هبطت اللحن، هبطته خالص، وفعلا ده حصل ومشيت. وبعد ذاك رجعت تاني للحن، قلت لهم ديل بس الاثنين ديل الحاجتين ديل انتوا عشان كده طلعتوها الثالثة. أول حاجة اللحن ده ممكن كان تسمعوه في كاسيت مثلا، صح، تبقى الحكاية بتاعت الحركة دي تنفل. وبعدين يا جماعة أم كلثوم ما قاعدة تتحرك كثير، فيروز ما قاعدة تتحرك كثير، كونه هبط اللحن وفعلا أنا قاصد. يعني أنا بقول لزول عارف منك للزمن يقدر يحول قلبي عنك للمسافة والخيال بعيد منك، وفي حتة كده بقول له وابقى بعدك في الأسى تبقى أنت الظالم القاس النساء. يعني ده الحتة دي راقصة ما ممكن الحتة اللي أنا قلتها دي أبقى بعدك في الأسى دي تكون راقصة، صح. أنا عايز أصور الحتة دي والله لأنها حزينة. الله أنت عظيم. فقمت قلت لهم يا جماعة والله غاية للأسف الشديد أقول لكم الأغنية دي أنتم مديتوها حقها، لكن حي يوم ما تاخذ حقها. وفعلا حصل، الأغنية دي لحد الآن يعني منتشرة. أنت بتلحن الكلمة والإحساس بالكلمة مش البيت، وبصور وبتصور مع المشهد بتاع أبقى بعدك في الأسى تبقى أنت الظالم القاس النساء دي ما ممكن أقولها راقصة ولا شنو؟ أنت عظيم. الحوار ماشي على نهاياته، لكن لا بد من إنه نتكلم عن أستاذ منى عبد الرحيم والشريك في رحلة الإبداع دي. والله يا أخي أنا إذا تكلمت ليه بكرة طبعا دي ما مجاملة ليها، لكن هي أول حاجة ست بيت عظيمة جدا، شفت كيف؟ ونحن مسمينها في البيت راجل البيت، لأنها بتجيب الكسرة وتجيب المعارف شنو تمشي السوق وكده وبتاع. غير كده إنها فنانة، يعني أنا أي لحن عملته هي كان بتشاركني فيه إنها تحفظ، ومرات أنا بنسى بتذكرني ببعض الحاجات. وبعدين غير كده في حاجات كثيرة جدا مشتركة بيناتنا، هي كمسرحية وأنا كزول موسيقي، عملنا مع بعض حاجات كثيرة جدا. مسرحية أخضر عزاز في قزاز للأطفال، ومسرحية تانية، وأهم حاجة عملناها مع بعض برنامج للأطفال اسمه حكاية وأغنية. ده عبد الوهاب هلاوي وسيف الجامعة وسمية حسن وأطفال، وقعدنا مع هلاوي وكان فتحنا الموضوع ده لما تصنفته. قلت له يا أخي الغنى للأسف بتاع الأطفال الموجودة افتكر حقه يتبعوا غنى كويس يا أخي، مضامين جديدة كده يعني. كلامك صح والله، حاجة مهمة جدا. قال لي طيب ما تعملوا، قلت له الحين عندنا أفكار. قال لي خلاص انتوا منه وجيبوها لي ومن السنة بوافر لكم عليها. فبشير قعدنا مع هلاوي كتب لنا، قلت له يا أخي تكلم لنا عن حاجات ما تكلموا عنها الأطفال. قال لي زي شنو يعني مثلا؟ قلت له الابتسامة، الابتسامة اللي في زول يتكلم عنها. قال لي كويس الابتسامة كتر. طيب اتكلم لنا عن بنت ملعب، طبعا منى كانت مشاركة برضه في الكلام ده. يا سلام. اتكلم لنا عن الزراعة، اتكلم لنا عن المسرح، يتكلم كلام كثير جدا زي 20 عمل. وجينا عرضنا الفكرة، حكاية بتعملها منى، حكاية يعني مثلا عن ابتسامة
بتحكي قصة حاصلة بين طفلين أو كده بتاع، بعدين بيخش الأغنية. الأغنية ابتسم من فضلك حتى لو زعلان، حتى لو إخوانك قاعدوا ليك في مكانك ابتسم بالبسمة تلقى ألف في مكان. الله الله الله. أزرع، حاول أزرع في البيت، إن شاء الله تكون شجرة حنة، لو فات شهر شهرين هتلاقي البيت أصبح جنة. الله الله الله. و... والله هذا مشروع لطيف يعني، أنا ليه وقف يعني؟ والله البتاع ده سجل و... ونحن أنا كنت كنا سافرنا كلام ده سنة 88، لكن هسه كورة في ملعبك. يلا رح نحن نجيب لك الأغنية ده أنتجوا مدعم التلفزيون خالص إن شاء الله. الأطفال عندهم حق علينا كثير. كيف يعني؟ والله من أجمل الحاجات اللي عملتها بحياتي كموسيقي يعني، وأفتكر إنهم هم المستقبل للبلد دي. بالضبط، فلازم نزرع فيهم القيمة. يا ريت يا أخي. بتكتب على يدي على يدك بتكتب. ما أحسن من أستاذ مونة طبعا. لا مونة مونة بتخرج بتاعها، كتبت برضه نكتب على الأطفال. يا ريت والله، لانه دي حاجه زي ما قلت مهمه جدا. المفروض يكون في قناعه دي للاطفال. اه صح؟ لا فكرنا في حكايه زي دي احنا، لكن طبعا الايد قصيره قصيره والعين بصيره. اه لكن لو لقينا والله زول يمولنا يعني، ده مشروع ممكن نعمل قناعه. يا اخي ما نعمل قناعه، نعمل مسرح للاطفال. صح، يغنوا فيه ويمشوا كده يعني. أنا سعيد جدا بالحلقة دي. الله يبارك فيك يا أستاذ. ومبسوط بك جدا، وربنا يديك الصحة والعافية، وتعيش وتمتعنا بألحانك العذبة الروية يعني. ربنا يقدرنا عليك. إن شاء الله بإذن الله، نحن واثقين فيك يعني. الله يسلمك. كانت دي حلقتنا مع أستاذنا العظيم محمد سراج الدين، وهذه المحطة الثانية من إعلاد أغنية الحنين، لحد ما نتلاقى في المحطة الجاية. مع السلامة. بنهاية الحلقة دي نكون كملنا الضلع الثاني من مثلث الأغنية. أستاذنا محمد سراج الدين حننتظره مع كل رنة وتر، مع كل لحن، مع كل نغم، لحد ما يخلص لنا اللحن ده في ميلاد أغنية الحنين. نتلاقى في المحطة الجاية.